السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده بنكمل المثال اللي بدانا بيه المره اللي فاتت، اللي بنتكلم فيه على الديستريبيوتد سيستمز وازاي ان احنا نقدر نفكر كديستريبيوتد سيستم بشكل بسيط. احنا مش بنشرح كل الكونسبت فيها، احنا واخدين اكزامبل بنحاول نطبقه. طيب، المره اللي فاتت كنا اتكلمنا على لو انا عندي فايل وعايز فيه شوية تكست، التكست ده انا عايز اعمل له عايز اعمل له upper case، يعني عايز اخليه upper case، والفايل ده انا عندي فايل كبير، فازاي هعمل له processing in a distributed manner. وساعتها قلنا ان احنا اول حاجة هندخل الفايل هنعمل له split، بعد كده السبليت ده هنعمله هيتقسمه split 1 split 2 split 3، بعد كده عندنا نود كده simple node بتعمل حاجة زي modulus function وبصي الفانكشن دي لكل نود، والنود بتعمل upper case وبعد كده طلعها لل output file اللي هو بيبقى upper case. طيب النهارده هنتكلم على وبعد كده قلنا ان احنا لو قسمنا الاجزاء دي او السيستم ده هنلاقي ان عندنا تلات حاجات، عندنا الفايل سيستم وعندنا المانجمنت بوكس وعندنا الداتا نود. اوكي طيب النهارده هنكمل، يعني احنا هنكمل على نفس اليوز كيس بس هنصعبها سنه صغيره. هي نفس الداتا، عندنا داتا فيها تكست، انبوت فايل في تكست، بس انا الابوب بتاعي عايزه ما يبقاش يعني upper case، لا انا عايز اعمل حاجه اسمها word count. word count ده هو اشهر example موجود في ال distributed system، زي ما تتكلم هدوب سبارك اي حاجه، يقول لك تعالى نبدا نفكر ازاي نimplement ال word count example. اوكي طيب ك word count احنا ايه اللي احنا عايزينه في المثال ده؟ تخيل انت عندك داتا فايل بنفس الشكل ده هوت. اوكي واحنا عايزين ال لو مثلا عندي the موجوده تلات مرات في الفايل تطلع لي the و 3، لو انا عندي كات موجوده مرتين تطلع لي كات مرتين. ففي اكزامبل مثلا احنا اللي هو الاكزامبل الوورد ليبل يلو دي الاصفر ده بنقول ايه؟ the cat came back the very next day. اوكي طيب ذا هنا مذكوره مرتين، كات مره مثلا، ده اللي احنا عايزين اوتبوت. بس تخيل هي مش جمله، تخيل احنا عندنا يعني ايه تيرا بايتس اوف داتا. طيب برضو قبل ما نفكر في ان احنا امبلمنت، عشان الامبلمنت ده بيحصل امبلمنتيشن عن طريق سمبل كومبيوتيشن اركتكتشر، خلينا نقول ده هو يعني تعالى خلينا يعني طريقه ان احنا نبروسس بيها الداتا على مراحل بشكل ديستريبيوتد. حلو طيب الطريقه دي بنسميها ماب ريديوس، احنا لسه هنشرحها بالتفصيل، احنا يعني النهارده بندي انترودكشن لماب ريديوس. حلو طيب وانترودكشن ماب ريديوس دي بنشرحها عن طريق وورد كاونت اكزامبل. فاحنا كده يعني ايه، تعالوا نتخيل ان احنا النهارده السيشن دي هي الموتيفيشن سيشن للوورد كاونت او للماب ريديوس. اوكي طيب الماب ريديوس دي هتلاقي ان هي مستخدمه في كل مش عايز اقول كل، خلينا نقول يعني موست او يعني 90% او انا اعتقد كل، بس خلينا نقول اكتر من 90% من الديستريبيوتد سيستمز ماشيه عن طريق ماب ريديوس. ماب ريديوس دي بتتكون من ايه؟ طيب قبل ما بتتكون من ايه، تعالوا نشرح اكزامبل عشان نقول الاكزامبل ده بيتقسم ازاي، او يعني ماب ريديوس بتتكون من ايه. تعالوا نتخيل ان احنا عندنا مطعم، المطعم ده بيعمل سندوتشات، ما اعرفش عندها في مصر جاد مثلا او شبراوي، اي محل، والمطعم ده بيعمل سندوتشات، واحنا عايزين يبقى عندنا طريقه ان احنا نبرودوس سندوتشات دي بشكل كبير جدا وسريع. حلو طيب حته مهمه، الاكزامبل ده انا واخد كوبي بيست، يعني هو الاكزامبل تبع انا واخد الصور واخد الفكره من اللينك اللي هو بتاع الليكتشر نوت بتاعت الويب سايت ده، يعني هي مش فكرتي بس هي الفكره يعني موجوده بنفس الطريقه على ميت ويب سايت، بس انا الفكره دي عجبتني والرسمه عجبتني يعني. طيب نرجع تاني للاكزامبل، فاحنا عندنا محل، المحل ده بيطلع سندوتشات، واحنا عايزين نديزاين سيستم او طريقه ان احنا ننجز السندوتشات دي بشكل سريع. اوكي طيب السندوتشات دي ليها فيها ايه؟ فيها شويه انجريدينت زي مثلا طماطم، خس، بصل، السندوتش نفسه والعيش، كل دول الرو اوف سندوتش، واحنا عايزين بقى يطلع ايه؟ يطلع اوتبوت. لو انا عندي مثلا يعني لو عندي 10 سندوتشات، 10 رغيف عيش و10 كيلو طماطم و10 كيلو بصل، يطلع لي في الاخر نفترض 10 سندوتشات، كل سندوتش فيه شريحه طماطم وشريحه بصل وشريحه عيش مثلا، نفترض هو ده السندوتش يعني. حلو طيب فاحنا عايزين بقى ازاي نطلع نعمل الكلام ده اند تو اند بسرعه. طيب حاجه كمان، انا عندي في المحل عمال، حلو بس هنسميهم ايه؟ هنسميهم وركرز. ازاي نشغل العمال دول بشكل امبال ما يبقوش واقفين معطلين بعض؟ ماشي
فهنشوف بقى ازاي هنعمل الكلام ده. طيب اول حاجه هنبدا باول ستيب في الماب ريديوس بنسميها الماب، هي ماب ريديوس. فاول حاجه ماب، هي فعلا اول حاجه ماب. الماب هنا بنعمل ايه؟ نبقى ماب الاول ستيب دي نبقى ماب شويه الرو ايتم بقسمهم. مثلا لو عندي في الاكزامبل السندوتشات ده انا عندي 10 كيلو طماطم و10 كيلو بصل و10 كيلو عيش، ان انا اقسم الحاجات دي مع بعضها، ان انا اطلع العيش واطلع البصل واطلع الطماطم. دي اول حاجه ماب بس الايتم. تاني حاجه عندنا الشافل والجروب، ان انا اجروب الايتمز مع بعض اللي هتكون ساندوتش. اخر حاجه ان انا اكون الايتم دي او اركبهم واطلع ساندوتش بره للبرودكشن. طيب تعالوا نبدا نبص على الماب از ايديا. الماب هنا بنعمل فيها ايه؟ اول حاجه ان انا هبدا اوزع الايتمز او المكونات الرو ايتمز بتاعتي على الوركرز. حلو، الوركرز دول هم فيهم هنا ايه دلوقتي؟ انا عندي هنا عيش وعندي طماطم وعندي خس وبصل وفلفل، فهدي كل واحد جزء. لو عندي نفترض هنا خمسه وركر مثلا، كل واحد فيهم يعمل حاجه. مثلا العامل يقعد يقطع العيش، عامل يقطع الطماطم، وكل واحد يطلع الحاجه زي ما هي، مش لسه مش هنجمع حاجه دلوقتي. فاول حاجه الماب هتدخل العيش طلعه متقطع كده، الطماطم دخلها كده طلعها متقطع كده. فدي مرحله او ده المثال اللي بنشرح بيه الماب، ولسه نشرح قدام يعني هل هي فعلا حقيقي كده ولا لا. ماشي، طيب نيجي بقى المرحله بعدها اللي هي الشافل والجروب. شافل الجروب دي ان انا ابدا اشافل الداتا، ارتب الداتا واشافل المكونات على السندوتش مع بعضها عشان حد تاني يركبها. فابدا اخد مثلا اخد رغيف عيش ومعاه حته مطمايه وحته خصايه وحته فلفل وخص مش عارف ايه، كل دول يكونوا ايه؟ جزء من السندوتش اللي هو الجزء ده، وهكذا اتنين تلاتة على حسب العدد اللي عندي كده. دي المرحله ايه التانيه. طيب المرحله الثالثه هي ريديوس. المرحله الريديوس دي اعمل ايه؟ انا بروح واخد كل الايتمز دي واجمعها مع بعض سندوتش واطلعها برودكشن. هكذا اجمع الايتمز دي واطلعها واحطها مع بعض في سندوتش واطلعها برودكشن. حلو، فعندنا كده 3 ستيبس، الماب والشافل اند جروب. هي ما اسمهاش شافل اند جروب في التكنيكال اريا، اسمها شافل اند سورت او شافل اند جروب برضه، بس يعني احنا هنا بنقول شافل اند جروب وريديوس. طيب لما نيجي نشوف بقى، عايزين بقى ناخد الاكزامبل اللي فات ده اللي احنا اتكلمنا فيه مع بعض بتاع سندوتش ونطبقه على الورد كاونت، ايه الاختلاف؟ طيب هنتخيل احنا عندنا نفس السبليت. احنا خد بالكم ان احنا ما عدناش الجزء الاولاني بتاع السبليت. انا هفترض ان خلاص في سبليت حصل، يعني الستيب اللي قبل السبليت دي احنا هي زيها زي الاكزامبل اللي فات. تمام، ناخد بقى الاكزامبل بتاع النهارده. فاحنا عندنا السبليت داخل مثلا هنا ذا كات كيم باك، ده اول سبليت، وفي سبليت ثانيه اللي هي ذا فيري نيكست داي. اوكي، طيب وقسمناهم بنفس الشكل قسمناها المره اللي فاتت. طيب ثم ايه المرحله بعد كده؟ اول مرحله انا دخلت على وان وركر عندي انبوت. انبوت ده هو انبوت للوركر، وعمل فانكشن هنا اللي هي الماب، طلعها ازاي؟ ذا وان وكات وان وكيم وان وباك وان. طيب هو عمل ايه فعليا؟ هو عمل سبليت للتكست على المسافات مثلا، وطلع بقى وورد وون، وورد وون، وورد وون، بس ده اللي هو عمله، ما عملش حاجه تانية. وكذلك تحت ما عملش حاجه تانية. طيب المرحله في النص شافل اند جروب هنروح واخدين كده. والله نبدا اول حاجه نرتب، انا هرتب الكلمات، هرتب ايه الكلمات هعملهم بسورت عشان اشوف الاندكس بتاعهم. هقعد باك وكات، هتلاقيهم ماشيين بالترتيب ابجد لغايه ما يجي عند ذا. ذا في منها تو ووردز، فساعتها اللي هيحصل ايه؟ ان احنا هنقول 1 1 هنحطهم مع بعض، لسه ما جمعناش، احنا بس رتبناهم وعملناهم جروب مع بعض. تمام؟ طيب نيجي بقى للمرحله اللي بعدها. المرحله اللي بعدها اللي هي الريديوس سايد. الريديوس سايد هنا احنا عملنا فيها ايه؟ حددنا الانبوت بتاع الشافل اند جروب دي، وهي عمل سيمبل كاونت، هو يعني بياخد كل كي ويصم بيصم بس العدد، يعني هنا مثلا 1 هيطلع 1، هنا 1 1 هيروح يعمل صم هيبقى 2 ويطلع 2. طيب خد بالك احنا عاملين كالرز كده بشكل هو مش كونفيوز، بس احنا قاصدين احنا نعملها زي ايه؟ ان الانبوت دي بنفس الكالر، معرفش ده نفترض ده اورنج فنفس الكالر ده هو ما اتغيرش، وان الاوتبوت ده بعد ما اتعمل له صورت المفروض ان هو بقى هو ده. بس خد بالك ان هو المفروض ان الانبوت ده هو الاوتبوت بتاع ده، بس احنا عملناه صورت، بس اصل ان هو الاوتبوت ده هو الانبوت هنا بس بعد ما اتعمل له شفل ان صورت. واخر حاجه هو الاوتبوت فايل. طيب ده كده الرسمه اللي احنا عايزين ايه؟ عايزين نشوفها. طيب احنا هنا كده خلصنا الجزء اللي عايزين نشرحه، بس انا عايز اوريكم سنه كود، يعني انترودكشن للمره اللي بعدها. المره اللي بعدها هنمسك الكود ده نفصصه حته حته واحنا نشرح هدوب، بس انيشال كده ازاي ممكن نعمل الماب ريديوس ده
على هدوب مثلا. احنا لسه ما شرحناش هدوب ولسه ما شرحناش يعني ايه ماب ريديوس كونسبت ويز تكنيكال ديتيلز، بس تعالوا نتخيل من غير ما نفهم تفاصيل هدوب شغال ازاي، ازاي ممكن امبلمنت الاكزامبل ده. ماشي، انا هنا عندي كود، الكود ده وورد كاونت اكزامبل، موجود مكتوب سيمبل جافا كود، هو الاكزامبل في سيمبل. عندي تلاتة كلاسز او تلاتة ستيبس، خلينا نقول ستيبس عشان كلاسز دلوقتي. عندي المابر وعندي الريديوسر وعندي المين، احنا ممكن نسميهم اي حاجه يعني، النيمز دي بس احنا واخدهم كده بس، احنا يعني ممكن ايه يعني، ممكن هنا نسمي دي مثلا مابر، مش محتاجين نغير الاسم ده. ماشي، و ثانية واحدة، وبعد كده ثانية واحدة، احنا مثلا نسمي مابر سايد، مثلا نسمي مابر سايد ده نيم وحش، بس خلينا نفترض ان ده مابر سايد، وهنا نخليها هنسمي هنا ريديوسر سايد. ماشي، عشان في كلاس اسمه ريديوسر. ماشي، وبعد كده في المين هنا بس غيرت النيمز عشان ما تفتكروش ان هي يعني ان النيمز دي ليها اي اوكي. طيب تعالوا نرجع تاني، فاحنا عندنا 3 ستيبس، المابر والريديوسر والايه والمين كلاس. طيب المابر هنا فيها ايه؟ مابر سيمبل بياخد، المابر ده بيتخش له تكست، بيخش له هو فعليا بيخش له اندكس بتاع اللاين يعني في الـ في الـ في التكست، والتكست نفسه حلو، والتكست ده احنا بنقطعه بنسبليت التكست ده ونطلع الوورد وي 1. طيب تعال نشوف اللي بيحصل ايه بعيدا عن اللوجيك ده، ده بس عشان عايز اكلين السبيشال كاركتر عشان كنا بنعمل تيستينج، بس احنا عايزين نطلع هنا في الاخر ايه، بعد ما يبقى عندنا التكست ده بنطلع الوورد نفسها اللي هي اللي حصل لها سبليت و نمبر 1. نمبر 1 ده بس جاست يعني انت 1 بس، هو ويز كلاس بتاع هدوب بس هنتكلم عنه المره الجايه. حلو، طيب بعد كده عندنا ريديوسر. ريديوسر ده بيعمل ايه؟ سيمبل، هو لو شفتنا الكود بتاعه هنلاقي ان هو بس بيعمل سم لل للنمبرز، بيخش له وورد وبيخش له نتخيل اري وهو بيعملها سم. طيب وبعد كده بيحصل ايه؟ في مين كلاس، مين كلاس ده بيقول ايه الانبوت وايه المابا والريديوسر وايه الاوتبوت. فلو جينا بصينا هنا، هنا بيحط المابا وهنا بيحط الريديوسر، سيبك من الكومباينر دلوقتي، وبعد كده هو بيقول الانبوت فايل باس والاوتبوت فايل باس. الانبوت فايل باس والاوتبوت فايل باس هنلاقيها هنا اهوت، لو احنا عملنا كده ايه الكونفيجريشن هنا، حطينا هنا اهوت، هنقول له ده ثانيه واحده، ده الانبوت باس اللي هو شكسبير دوت تكست، وده الاوتبوت باس اللي هو الوورد كاونت. شكسبير دوت تكست ده تكست هنا اهو، احنا حاطينه في البروجكت بتاعنا، هنلاقي ان هو بس جاست تكست من شكسبير، وده من اكزامبل يعني، ده الملف اللي غالبا هنشتغل عليه في كل السيشنز الجايه، وهنشرح الكود ده بالتفصيل. ماشي، وبعد كده هنرن الكود ده، المفروض لما نرن الكود ده ان هو يطلع لنا فولدر، الفولدر ده جواه جواه الكيز بتاعتي الوردز والكاونتس بتاعتها، ده المفروض اللي يطلع. انا عارف ممكن حد تقول طب احنا لسه ما شرحناش ما بيديوس ليه بناخد جزء بتاع الكود ده، انا بس حبيت ان انا اموتيفيت بس ان احنا يعني نمهد احنا شكل الدنيا عامله ازاي براكتيكال، فعشان نتكلم نقول ماب سايد وجوست سايد هل فيها شكلها كده؟ هي شكلها كده، بعيدا بقى شكل الانبوت عامل ازاي لسه هنشرحه، شكل الاوتبوت عامل ازاي هنشرحه، والجوب دي ازاي بتماب مع بعضها برضه هنشرحها مع بعضها. يعني فوت جوب خلصت، هنفتح الوورد كاونت فايل دلوقتي ده بتاعنا كده، هنلاقي مثلا هو ايه جواه التكست دي، مش عارف الوورد دي والكاونت، الوورد دي والكاونت بتاعها، الوورد دي والكاونت بتاعها، هكذا. طيب بعيدا عن الاكزامبل ده، الحياه عامه في الديستريبيوتد سيستمز هي سيت اوف ماب ريديوس، يعني ستيبس بتحصل ان احنا بنباس الماب ريديوس لبعضها، يعني ممكن جوب تبان ان هي معقده جدا بس هي في الاخر جوب دي هي ماب ريديوس وباس لماب ريديوس ثانيه، ماب ريديوس ثالثه رابعه خمسه، فالكيس نفسها يعني يظهر لينا ان هي الدنيا لا اكيد دي مش ببساطه، هي نقدر نقول ببساطه دي، وحتى ما نشرح بعد كده كومبليكيتد جوبز احنا هنشوف ازاي دي بتقسم في الاخر ما بيجوز، حتى احنا مش هنكتب التفاصيل بتاعتها الكومبليكيتد دي، بس هنشوف مع بعض ان هي في الاخر بتحول زي ما بيجوز، يعني اللوجيك الضخم ده بيتحول زي ما بيجوز. طيب عشان الركاب، احنا النهارده شرحنا الجزء الاول، شرحنا يعني ايه ما بيجوز، شرحنا الوورد كاونت اكزامبل، وشفنا اكزامبل مع بعض بالجافا ازاي نرن ماب ريديوس. الكود ده لسه هنشيره، بس هو انا هشير الكود ده مع الحلقه، احط لينكو
تحت الفيديو ده هتشوفوه. الاكزامبل ده ما فيهوش اي هو بيرن لوكال، مش محتاج ترنه على اي كلاود ولا حاجه، بس هو فايل كبير ممكن يضرب، بس يعني ما علينا دلوقتي. الهدف من الاكزامبل زي ما قلنا مش تفهم كل لاين في الكود فيه، احنا يعني الحلقات الجايه بنشرح هدوب نبدا نقسم بقى، نقول يا جماعه والله ده الانبوت ده الاوتبوت وشكله عامل ازاي، ويعني ايه انترايتابل انت شفتها دلوقتي لما قلنا 1 والورد جاي ازاي، كده هنشرحه المره الجايه. بس زي ما قلنا ده بس اكزامبل نشرح مع بعض او نشوف ازاي الماب جوز بتشتغل. اشوفكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.